مفاتيح الشر وغالب الخير، والصلاة والسلام على من جعله الله مفتاح مفاتيح الأبواب المغلقة، محمد الفاتح الخيرات والبركات، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بالخيرات والحسنات إلى يوم الدين. نحمده ونحمده تعالى إلى سماحة أمير المؤمنين، ونشكر جلالة الملك المفدى أمير القدماء والمسلمين محمد السادس حفظه الله وأدام الله دولته، وعاصم الله إليه في ولي أهله وأسرته الملكية وذريته آمين. لإحياء تراث عباده في العلم والدين والدنيا معا، كما أسأل الله عن جميع الوزراء والعاملين معهم في حافظ الدولة العسلية الرمادية كلها، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أرضاهم الله جميعا، وبارك الله في المملكة المغربية العريقة ورجالها وعمدتها وشوامها بأنواع النجاة والصلاة والفلاح آمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بيت رحمته ومغفرته ورضوانه على فقيه العروبة والإسلام الملكين المجاهدين جلالة محمد الخامس وجلالة الحسن الثاني وكل من لهك بهما من أفضال هذه الأسرة الملكية الشريفة نور الله قبوله. إلى الحضور الكرام إخوان المسلمين أئمة وعلماء رجالا ونساء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أهنئكم بما أنعم الله علينا في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك الذي قال تعالى في شهره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اللهم اجعلنا من المتقين. هذا الصيام المبارك جعله الله لنا مفتاح الخيرات والبركات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يتلى ويقرأ، عليه القرآن هدى للناس، نستعلي بهديه ونستعلي بقراءته ونستعلي بأنواره الكاملة وبينات من الهدى والفرقان، نستزيد علما وفهما وحكمة. لذلك أسس مولانا وأجداده الدروس الحسنية في رمضان، نستزيد فيه علما وفهما وحكمة، ويستوفر فيه العلماء من السود والبيت حتى يستكمل هذه الفوائد، جزا الله العافية، وجعلنا الله من المستفيدين بهذه الدروس الرمضانية إيمانا وإحسانا وعرفانا. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس واللهم اجعلنا من المهتدين وبينات من الهدى والفركان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له، اللهم اجعلنا من الصائمين المتطوعين، نجمع بينهما بين الصيام والتطوع، اللهم ارزقنا ذلك في اطعام المساكين واتيان الاتجاه واقصاء العارين وارحام الضعفاء والارامل والنساء واليتامى، اللهم اجعلنا من المتقين من المنفقين في سبيل الله. ذلك يعني ان هذا الشهر العظيم شهر الاجابه، شهر المبارك، شهر اكمل الله فيه كل الخيرات. لذلك كتبت بعض الابيات في هذا الشهر المبارك، فاقول فيه: بدأنا الصوم باسم الله سنختمه بحمد الله، صلاة الله سلام الله على خير خلق الله. سمر رمضان فرض الله كما يتلى كتاب الله اتباعا هدي رسول الله لكي تجزى بنعم الله، قيام ليله لله صيام نهاره لله، ألا سنن وشرع الله لهذا النفس أمر الله، نزكيها بحب الله، نركيها بنور الله، نرى أنوار ذكر الله دخولا في ملكوت الله، إلى الدرجات عال الله هم الأبرار خيار الله، بترك الفرس لنهي الله وشرب الله
القول عسل الله ونور القول والفعل تدى الأحوال إثم الله تجنب كل ذنب الله إذا تسكن جوار الله فلا تخجر ولا تفسق ومن عاداك عاد الله فيا مسلم عاد الله إلى النيران سخط الله ومن يرديك يرد الله إلى الجنة فضل الله رجال الله إيمان الله أتيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله. إن الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه الإنسان والإنسانية تعريفها في كتاب الله في سنة رسول الله في معاني مختلفة. ورد آيات كثيرة في الإنسان في القرآن الكريم حوالي 56 آية كلها تنص عن ذم الإنسان وسب الإنسان في وصف الإنسان على المثال لا على المثال على أعطاء الإنسان. في أي آية من آية القرآن الكريم تجد لفظ الإنسان تليها أوصاف مذمومة غير محمودة منها الضعف والعجز في معناها. قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا في سورة النساء آية 28. وفي معنى الياس والكفر يقول تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور سورة هود آية 9. وفي معنى الظلم قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سورة إبراهيم آية 34. وفي معنى العدل يدعو الإنسان بشر الله بالخير وكان الإنسان عجولا سورة الإسراء. ثم في معنى البخل والشح قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا سورة الإسراء 100. وفي معنى الجدال والإلحاد قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان. أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ثم في معنى الجهل إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سورة الأحزاب 272. وفي معنى الجشع والأنانية الذي كان للإنسان من الأوصاف والطبائع والغرائز المذمومة الذي من أجلها بعث الله الأنبياء والمرسلين وأنزل من أجلها الكتب ليزكينا بها ويزكي أخولنا ونفوسنا وقلوبنا أن نعود إلى الإنسانية الكاملة. قال تعالى في ذلك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا فإذا مسه الشر جزوعا سورة المعارج آية 19. وفي معنى الشك في البعث أي أن الإنسان يشك في البعث لا يؤمن بالله حق الإيمان. قال تعالى أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه فلا قادرين أن نسوي بنانا سورة القيامة آية 4. وفي معنى الندم على ما فات الإنسان يندم دائما على ما فاته لا يستعد ولا يجيد نفسه أن يتبع الله ورسوله إنما يندم على ما فاته بل الإنسان على نفسه مصيرا في سورة القيامة ربنا تقبل منا واجعلنا من المتقين الأخيار عند تفصيل هذه الآيات الكريمة. وقال بعضهم في أعصاب الإنسان هناك إنسان بشري الذي كان إنسانا كاملا في أخلاقه وفي طبعه وهناك إنسان حجري كان إنسانا في صورته ولكن أخلاقه أخلاق الحجر في قساوة القلب
الذي كان قلبه قاسيا، ومنهم الإنسان الشجري الذي كان إنسانا في صورته ولكن تحسبه إنسانا ولكنه هشب حسب إذا رأيته تعجبك أجسامه، وإن تسمع لقولهم كأنهم خشب مشنكة يصبون كل صيحة عليه. من الإنسان من كان شجريا في أخلاقه، منهم من كان مدعي، منهم من كان جني، حيث التمس الجن. من النكاة في سورة الجن قال تعالى: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فصادهم رهبا، نعوذ بالله من ذلك. ومن الإنسان من كان ملكا، أخلاقه ومشيه وطبائعه يتماشى بأخلاق الملائكة، من حيث الاحتراس عن المعاصي واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان حيواني، حيث أنه لا يسمع قول الله، لا يسمع كلام الله، لا يفهم كلام الله، ولا يتبع سنة رسول الله. ومنهم من كان طبيعته كذلك. وذهب بعض علماء النفس يقولون العبارة الأخرى: الإنسان النفساني التي كانت تملي عليه نفسه، نفس الهوى وهوى النفس، وتملي عليه الشيطان، وإذا كان يتفكر في شيء يفعله بدون اعتذار إلى كلام الله تعالى أو اعتبار إلى قول رسول الله. ومنهم من كان الإنسان من كان روحي الديني الذي كان يحكم بحكم الله ويتبع سنة رسول الله ويتبع كلام الله تعالى. ومنهم من كان إنسان عقلي، كان عقله يملي عليه، وكان من العلمانيين يمسون مع عقلهم ومع علمهم وحضارتهم وثقافتهم. ومن الإنسان من كان القلب يتقلب قلبه، اليوم يوصل وغدا يسيء. ومن الإنسان من كان جسدي، كان دائما حسابه وأعماله للطعام والشراب، لا فوق ذلك. ومنهم عند التربيين، عند العلماء التربيين، عندما المربين المسلمين كانوا يقولون الإنسان في أخلاقهم وفي طبائعهم أشياء وأنواع. الإنسانية أخلاق وأحوال وسلوك وأفكار وعقائد، وهو قسمان: الإنسانية المثلى الذي هو إنسان جميل كامل يبتلى به، والإنسان البطراء، إنسانية البطراء يعبر في أخلاقه المذمومة كما قلنا في طلائع الإنسان، والإنسانية الكاملة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها من المؤمنين عن أخلاق الرسول، فأجابت عائشة: أخلاقه القرآن. فعلينا يا أمة الإسلام أن نتمسك بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياة الإنسان، المراحل المتكونة في تكوين الإنسان حوالي السبع: مرحلة تعليمية، ومرحلة اكتسابية كسب المال، ومرحلة النكاح الزواج، رابعة مرحلة طلب المناسب المنصب العليا المنصب العالي، وطلب الدفاع عن نفسه وعن أهله. وهذه المراحل كلها منها تظهر الإنسانية في الإنسان. إن كانت إنسانيته خيرا نعرفه في الزواج، ونعرف ذلك في طلب العلم وفي نيل العلم وفي طلب المال. إنسانية الإنسان تظهر في طلب المنصب، الرئاسة، الإمامة، مكان عالي، عندما يطلبه يسوء أحواله أو تحسن أحواله. من كانت أحواله حسنة نعرف أنه إنسانية كاملة في ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض الباحثين وقسموا حياة الإنسان في سبع: هناك الحياة الجوهرية الغالية، بعبارة أخرى تلمس في الإنسان الجوهري على المراتب العليا، وهم الأنبياء والمرسلون، لا يفقد قدرهم بطول المدى، ولا يعاب نفسهم من الصفات البشرية. هم الإنسان الأمثل، خلقوا لصلاح العبد بإرشاد الناس
إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة وهم بنات مقتدون. الحياة الذهبية الثانية، الحياة الذهبية العالية تطرق في الإنسان الذهبي على المراتب العالية، وهم الأولياء من الناس، أخيار وأبرار خلقوا لعبادة ربهم وخدمة وصلاح الدنيا، لا يضرون ولا يضرون، وأولئك في المراتب الثانية من المراتب وهم يقتدون. الثالثة، الحياة الفردية الحسنة تحس فيها في حياة الإنسان الفردي على المراتب الوسطى، وهم المتوسطون يوسنون أحيانا أكثر مما يشيئون في حين آخر، وهؤلاء في المراتب الثالثة من المراتب. الرابعة، الحياة الرصاصية القطبية تشعر في حياة الإنسان الرصاصي على مراتب العامة، وهؤلاء هم المنافقون، لا قرار لهم في الأخلاق إلا بالقضايا الأصلية، يرمضون بحر النار وشرارة العصر والاقتداء به، خطورة وهم يتناقصون إنسانا وجمالا. الخامسة، الحياة الحديدية الشديدة تدرى في الإنسان الحديدي على مراتب القلوب القاسية، وهؤلاء المتشددون في الفساد خلقوا لفساد الدنيا، لا رأفة في قلوبهم ولا شفقة، وهم يضلون ويضلون. الثالثة، الحياة الحجرية القاسية في الإنسان طولاً في حياة الإنسان الحجري على مراتب القلوب المنعكسة المزدوجة، تنزجر أحياناً فتفيد وتشتد في حين آخر فتغيب، وهم الملحدون العلمانيون يميلون حيث مالت عقولهم. السابع، الحياة الرملية الدنية تدرس في حياة الإنسان الرملي على المراتب الأخيرة، وهم سيالون ميالون حيث مال الناس، يميلون حيث مال الناس، إماعون، إذا أحسن الناس أحسنوا، فإذا أساءوا يتبعون إساءتهم، لا أهداف لحياتهم، لا يتهمون بالرجحان ولا يتهمون بالنقصان، لا أيمان لهم ولا إيمان، ولا يبالون في الحياة النظامية، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. سورة الأعراف وآية 179. إخواني في الله، انتباها في أحوالنا الذي كنا فيه، ورد في إرشاد الديلمي عن أبي سعيد الخدري قال: من عمل برضائي ألزمه الله ثلاث خصال، أعرفه شكرا لا يفالته الجهل، ثانيا وذكرا لا يفالته النسيان، وصحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين، فإذا أحبني أحببته وأفضل عيني قلبه إلى جلالي، ولا أخفي عليه خاصة خلقي، وأنا أناجيه في ظلم الليل ونور النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معه، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، إذا كان الإنسان في أخلاق محمودة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يطابق هذا الحديث عليه، وأعرفه السر الذي سترته الخلق، وألبسه الحياء حتى يستحي منه الخلق كلهم، ويمشي على الأرض مغفورا له، وأجعل قلبه واعيا وبصيرا، ولا أخفي عليه شيئا من جنة ولا نار، وأعرفه ما يمر عليه الناس يوم القيامة من الهول والشدة، وما أحاسبه به الأغنياء والفقراء والأمراء والجهال والعلماء، وأنومه في قبره، وأنزل عليه منكرا ونكيرا حتى يسأله ولا يرى غم الموت وظلمة القبر ولا اللحد وهول المطلع، ثم أنصف له ميزانه وأنشر ديوانه، ثم أضع كتابه في يمينه فيقرأه منثورا، ثم لا أجهل الشدة والمخافة عليه. هذا في حديث الديلمي. فهذه صفات المحبين يا أحمد يا حبيبي، أجعل همك هما واحدا وهو الله،
اجعل حسنك حسنا واحدا وهو الله، واجعل رضاك رضا واحدا وهو الله. اذا جعلت همك معدودا وحسنك محدودا تتعب في الدنيا، ربما تعبس غير الله الها. اما اذا اتخذت الها واحدا في مطالبك ومراقبك ومهبوبك تكن همك واحدا، واجعل لسانك لسانا واحدا، واجعل بذلك حبا لا يكفل ابدا. ومن يكفل عني لا ابالي باي واد اغلقه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، واولنا فيمن اوليت، وارحمنا ولا تعذبنا. بارك اللهم في حياتنا الدنيويه وفي عبادتنا يا رب العالمين. اللهم امن هذه البلاد المغربيه، وامن الامه المغربيه وعلمائها ورجالها. اللهم اجعل الاستقرار في هذه المدينه الذي كان يفيد العالم الاسلامي بالعلوم والفوائد، حتى كان امير المؤمنين اسس مؤسسه جديده في جمع علماء الافارقه، هذه افاده جمع كانت دولة المؤمن ننشرها وأوردها عن الله على عين أمير المؤمنين جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبة قبل الموت ونصيبا مغفرة بعد الموت ونصيبا من الجنة ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع رايات الاسلام وامن المؤمنين والمسلمين في العالم كله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.